أستاذنا الصدر رضي الله عنه عالم ناصح غير معصوم، الصدر الأول والهاشمي والحائري أعلم. إبراء للذمة ودفعا للمفاسد واستجابة للدعوة المتكررة من السيد الأستاذ رضي الله عنه بخصوص بحثه الأصولي ومقارنته مع الآخرين لتحديد الأعلم، وقد تم ذلك مع إصدار العديد من البحوث المرتبطة بالدعوة. فإني أشهد أمام الله والرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام بأعلمية الصدر الأول رضي الله عنه على أستاذنا الصدر رضي الله عنه، أرجحية أستاذنا الفياض على أستاذنا الصدر رضي الله عنه، أعلمية محمود الهاشمي الشاهرودي على أستاذنا الصدر رضي الله عنه، أعلمية كاظم الحائري الشيرازي على أستاذنا الصدر رضي الله عنه. قال الأستاذ رضي الله عنه: الذي أدعيه أنا أعلم بصدور منهج الأصول الجزء الثالث. أنا أقول للجميع أنه قارن بين محاضرات الفياض التي هي تقريرات الخوئي وتقريرات الهاشمي وتقريرات الحائري التي هي تقريرات السيد محمد باقر، وهذا القسم الصغير من الأصول منهج الأصول مواعظ ولقاءات صفحة 129 اللقاء الصوتي الأول 12 من محرم لعام 1419 للهجرة، تغريدة الصرخي الحسني في تويتر.